أهلا بيكم ولقاء خاص، لقاء بالفعل هيكون خاص جدا من مكان كلنا بنحبه وكلنا بنعشقه، مكان هو رمز الحضارة في مصر، مكان هو رمز الأشياء كتيرة جدا في مصرنا الجميلة اللي كلنا بنحبها. من الأهرام رمز الحضارة هنتواصل معاكم مع واحد من نجوم الكرة المصرية، محمود حسن تريزيجيه. محمود حسن تريزيجيه هيكون معانا من الأهرامات، نعرف أخباره، كواليسه، بيعمل إيه، بيفكر في إيه. يا ترى تريزيجيه هيقول لنا إيه النهاردة، وهنعرف عنه إيه. تريزيجيه رحلة قصيرة جدا لكن فيها إنجازات كبيرة جدا، إنجازات على المستوى المحلي، على المستوى الشخصي، على المستوى الدولي مع مصر. وأنا هو بيعمل إيه؟ أنت يا ابني، أنت فاكر نفسك سايح ولا إيه؟ تعالى هنا. I speak English. إيه اللي أنت عامله؟ I'm English. We speak English. Very well. Very well. Yes. Come. تعالى يا حبيبي تعالى. أنت عامل في نفسك كده ليه؟ سايح بقى وكده. سايح ها؟ عامل إيه؟ الحمد لله. تريزيجيه جاهز النهاردة؟ جاهز أهو. والله حاجة عظيمة. أنت عامل في نفسك ده؟ قلت لك انا سايح وكاميرا وشطار. تركيا غيرتك ها خالص دلوقتي باقي البلد بقى سايح بقى وكده بقى سايح وكده يا ريدي ها ام ريدي ماي فريند اي ام ريدي ماي فريند اوكي يجو يجو نشرب شاي ها نشرب شاي يلا بينا يلا أخدك منين؟ من البداية؟ منين؟ من البيت؟ من الوالد الله يرحمه؟ الوالد الله يرحمه من إخواتي الوالد الله يرحمه اللي كان زملكاوي؟ والدي كان زملكاوي جدا وأول ما عرف إن أنت بتلعب كورة وبتحب الكورة قال لك تروح الأهلي بالظبط والدي كان زملكاوي جدا وطبعاً بس أنا عندي أخين عندي طبعا اخ كبير ده اللي ليه فضل كبير جدا عليا اخويا الكبير اخوك كبير كان لعيب كوره طبعا يفوقني بمراحل في الكوره بس طبعا التوفيق ما يعني ما كانش معاه وجت فيا انا بس هو كان يفوقني جدا في الكوره فكان هو اللي كان يعني هو اللي كان بيتحكم فيا يعني كان والدي زملكاوي جدا وهو قال له لا انا هاخده اوديه الاهلي اخوك الكبير كان اهلاوي اخويا الكبير اهلاوي رحت النادي الاهلي اول مره تروح النادي الاهلي فاكر اليوم ده وفاكر احساسك كان ايه انا كنت داخل النادي انا طبعا داخل مش قادر اولا حاجه داخل انا طبعا طول الطريق طبعا حاجات برجع وكده عشان الطريق طويل عليا كنت لسه صغير كنت 9 سنين فطبعا الطريق كان طويل جدا عليا واخويا كان معلش استحمل معلش فروحنا النادي لقيت الاختبارات بتاعت النادي بتاعت سن خلص فانا جينا طبعا ديت فصله وحشه انت جاي السفر المكان ده كله وانا اصلا كده كده نزلت الملعب انا مش قادر اصلا فروحت ما لقيتش السن بتاعي فاخويا راح للكابتن بدر رجب قال له بعد اذنك شوفه بس قال له هظلمه قال له هتقول لي يوم كذا قال له بحس ان جاي من سفر وكده فشوفه مع الاكبر منه لو احكم عليه مع الاكبر منه لو وحش عشان يجي تاني يبقى هو ما يستاهلش مفيش الشوط الثاني بعد 3 دقايق قام مطلعني من التمرين تعالى يوم كذا يوم 31 هتتمرن مع فرقتك خلاص يعني شافوك شافوني دلوقتي هتتمرن مع فرقتك كابتن بدر رجب لك اللعيب بيبان انا مضيت الاهلي بطريقه صعبه جدا لما ما مضيتش في الاهلي بسهوله كده شوف انا بقول لك قال لي اختبار وهتبقى في الفرقه فقلت له حاضر كده فانا بقى زي الاهبل بقى عيل صغير رايح العب في البلد بقى في الشارع مع زمايلي وكده كنت متعود يا نهار ابيض قعدت سنه كامله عمال رايح جاي على الطريق مش هستسلم هلعب في الاهلي انا هلعب في الاهلي لحد ما جت ماتش كنا بنلعب فرقه والفريق كسبان 2-0 وانا بدات اخش في الفرقه بدا يدخلني ان انا ابقى قريب من التيم اللي هو اللي هما متقيدين انا مش متقيد يبقى في 5 لعيبه كانوا مش متقيدين بس بيبقوا مع الفرقه اي لعيب بيتصاب بيخش مكانه فقام نزلني كنا خسرانين 2-0 نزلت جبت 3 اجوان كابتن مدرجة واخدني فين اخوك وفين المسؤول تعالى بقى امضي بقى تعالى مدخلين الاوضه ومضيني